انا عايز اسالك، انا شايفه هنا ان انتوا بتبيعوا العيش البلدي المصري العادي، الناس ما بتخبزش هنا. لا الناس ما بتخبزش طبعا، كل الناس بتاخد من الفرن يعني. طبعا سعادتك انا مضيت قبل كده من المحافظ السابق والمحافظ الحالي ده اللي كان في بورسعيد وتنقل الغردقة، ما فيش امضه بتمشي. مش انت بتمشي في ايه؟ انتوا عايزين مخبز تاني وانت كنت عايز تعمل. ايوه ما هو المخبز ده. طب انت ايه مشكلتك؟ احنا مشغلينه حر، مشكله الحصه، حصه الترديق، حصه الدقيقه اقل من الدقيقه ب 200 جنيه الشكاره. بنخبز للناس هنا. بتبيع رغيف بكام؟ زي ما بتباع في مصر ولا بتبيعه بسعر تاني؟ احنا بنبيعوه 6 جنيه. 6 جنيه؟ اه 6 جنيه. ما فيش دقيق مدعم هنا بيننا. مفيش دقيق مدعم؟ اه. وانتوا بتكلموا وزارة التموين عشان محتاجين تزودوا حصتكم؟ ما اعتمدونا السيد المحافظ طبعا، ما فيش امضة بتمشي. انت من فين؟ انت شكلك مش من حلايب. من هنا؟ ايه من حلايب، من الاقامة حلايب. لكن من فين؟ من اسوان. اه اهلا وسهلا، كلنا مصريين. الله يخليك يا رب.